صلى الله عليه وسلم الفضيلة هذا السائل يقول مرتكب الكبيرة إذا تاب توبة نصوحة هل يعتبر عندئذ من المتقين ومن أولياء الرحمن؟ بلا شك إذا تاب توبة نصوحة قل للذين كفروا الكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فكيف بالعاصي المؤمن إذا تاب إلى الله عز وجل؟ نعم.